بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وان اعمل صالحا. النهارده المحاضره الخامسه، تمام، تكمله للشابتر 3 وناخد شابتر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. Using single row functions to customize output، ده كان عنوان الشابتر بتاعنا رقم 3. هقفل الشات اهوت. انا عايز بس اوضح لكم فكره واحده بس، عشان انا سالت السؤال دوت من كذا حد. السؤال يا باشمهندس، هو احنا امتى نلعب ندخل بيانات وامتى نشتغل على البيانات؟ طب ايه البيانات ديت موجوده عندي ازاي وانا بعمل بيها ايه؟ اوراكل يا باشمهندسين عملت لكم داتابيز ستيبل كده سيمبل، تبدا نشتغل عليها الاوامر السيكونسلي، الترتيب اللي انا ماشي بيه، الاوراكل ماشيه بيه في شرح السيكوال. بتقالك بتقول لك انت عندك اوريدي داتابيز، اعمل لي طلع لي البيانات من عليها اللي هي جمله ايه؟ السيلكت. طيب ابدا غير لي في شكل البيانات اللي خارج اللي هي ايه؟ السنجل رو فانكشنز. ابدا اعمل لي كذا وهكذا لحد ما تبدا تدخلك بقى واحده واحده. ابدا انت خش حط بيان جديد فيه، حط دخل موظف جديد، امسح موظف من قاعده البيانات، عدل في بيانات موظف، ابدا انت بقى انشئ التيبل دوت السيكونسلي. التسلسل اللي ماشي بيه اوراكل، انت عندك بيانات اوريدي موجوده، اوريدي انت الاوراكل عاملاها، ابدا خرجها وشوفها، ابدا غير في البيانات وهي بتخرج، ابدا اعمل دخل بيانات جديدة، ابدأ عدل في بيانات، ابدأ امسح بيانات، ابدأ اعمل تيبل جديد بقى وتعمل داتابيز جديدة. دوت الترتيب اللي ماشية بيه اوراكل. هل في مشكلة بقى في الكلام دوت؟ يعني الدنيا وضحت للناس؟ انا فتحت الشات لان السؤال ده سألت فيه كذا مرة، امتى نعمل كذا وامتى نعمل كذا. انا قلت لك الترتيب اللي ماشية بيه اوراكل. الدنيا وضحت؟ احنا بنبدا نشتغل على بيانات اوريدي اوراكل عاملاها لك، نمشي خطوه خطوه ونعلى في المستوى لحد ما توصل ان انت تبدا تكريت داتابيز. ان شاء الله وعد مني، وعد مني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انت مش هتخلص كورس السيكوال الا لما تبدا تكريت داتابيز كامله. يعني انا مش هسيبك ان شاء الله ان انت تبدا تكريت داتابيز كامله. فنمشي مع بعض واحده واحده، تمام، علشان يعني ما بحبش اسبق الاحداث. ما حدش يجي يقول لي احنا امتى ناخد كذا وامتى نعمل كذا. لا، ادينا عرفنا السيكونس دي اللي احنا هنمشي عليه والترتيب في التدرج بالعلو في المعلومات. نيجي بقى نرجع للموضوع بتاعنا. مشروع كامل يا باشمهندس لما نخش على الفورمز، فهنعمل مشروع كامل. بس انا دلوقتي انت عايز تعمل داتابيز، مشروع كامل يبقى تقاريرك وشهاداتك ومرمجتك وكل حاجه. احنا لينا دلوقتي الكورس دوت بيعلمك ازاي تبدا تنشئ قاعده بيانات وتعمل ريليشنال بين قاعده البيانات ديت وبعضها، فنركز فيه وما نسبقش الاحداث، تمام. يبقى نيجي نتكلم بقى، نرجع لشابتر 3، وكان في جزئيه اخيره في شابتر 3 ومهمه، using single row functions to customize output، ان انا ازاي ابدا استخدم single row functions اللي هي بتقبل one argument وبتطلع لي one result، تمام، وابدا اتلاعب في الريزلت بتاعي. احنا كنا وقفنا عند الconditional expressions. ايه هي الconditional expressions؟ لو الناس اللي اشتغلت برمجه واحتكت بلغه برمجه زي الجافا، زي السي بلس بلس، زي اي لغه برمجه تانية، هتلاقي في لوجيك موجود عندك في اي جميع لغات البرمجه على مستوى العالم اللي هي الكونديشن اكسبريشن. يعني احط شرط، لو الشرط ده اتنفذ ابدا اعمل حاجه معينه. بمعنى انا لو جيت قلت لك سلام عليكم، هتيجي تقول لي وعليكم السلام يا باشمهندس، يبقى انت مش هترد وعليكم السلام الا لما انا اقول لك سلام عليكم، تمام. يبقى انا هاجي اقول لك سلام عليكم، انا دلوقتي حطيت شرط هقول لك سلام عليكم، لو انا قلت الكلمه انت هترد عليا، يبقى انت لو انا ما قلتهاش انت مش هترد. يبقى انا دلوقتي حطيت شرط،
لو انا قلت سلام عليكم يبقى انت هترد عليا السلام. طيب لو انا ما قلتش ممكن انت تقول لي سلام عليكم. فهي شرط، هي ماشيه ازاي؟ اللي هي اف والشرط بتاعي then else. نبص كده على البورد، هاجي اقول لك اف، لو انا قلت السلام عليكم زين انت هتعمل ايه؟ هترد السلام. طب لو انا ما قلتش إلس، لو انا ما قلتش انت هتقول سلام عليكم. تمام. طيب هو ده بقى اللي بيتكلم عليه في الكيس اكسبريشن والديكود اكسبريشن. خلي بالك ان الكيس اكسبريشن دي هنستخدمها ان شاء الله في شابتر 5 في البي ال. البي ال دوت لغه البرمجه اللي بتبرمج بيها قواعد البيانات، فهنستخدم الكيس اكسبريشنز في البي ال. اما الديكود دوت مقتصر تماما على السيكوال، مقتصر تماما على اوامر السيكوال. الاف ستيتمنت اللي هي جمله الاف اللي هي الجمله الشرطيه ديت موجوده برضو في البي ال. يبقى انا هو بيقول لك ان انا لو انا احتجت ان انا اعمل جمله شرطيه في السيكوال انت هتستخدم الكيس او الديكود. اما الاف ستيتمنتس اصلا كلوجيكال اصلا او ككود موجوده فين؟ في البي ال. تمام، الدنيا ماشيه تمام دلوقتي وفهمنا يعني ايه اف ستيتمنتس وايه الجمله الشرطيه. انا همشي معاك واحده واحده. يبقى انا اف لو قلت سلام عليكم هترد عليا تقول لي سلام عليكم وعليكم السلام. طيب لو انا ما قلتش السلام عليكم حضرتك هتيجي تقول لي سلام عليكم. فهي عمليه شرطيه، لو انا لو انت مش هترد عليا الا لو انا قلت لك سلام عليكم. هي كده يعني نفس الكونسبت بتاع الكيس والديكود. نيجي نشوف بتتكتب ازاي وبنستخدمها ازاي. قال لك هي بتعمل نفس العمل بتاع الاف ستيتمنت، نفس الشغله ونفس الوظيفه اللي الاف ستيتمنت بتعملها. اف لو انت عملت كذا زين اعمل كذا، اف لو انت معاك فلوس زين روح اشتري عربيه. طيب لو انت ما معاكش فلوس روح ادور بقى، يعني اعمل اي حاجه تانية. بكتبها ازاي؟ بقول له كيس وبقول له الاكسبريشن وين لو حصل كذا زين اعمل كذا، وين لو حصل كذا زين اعمل كذا، وين لو حصل كذا زين اعمل كذا. خلاص حطيت الشروط بتاعتي else، لو ما حصلش اي حاجه من دول حط اعمل لي كذا. يبقى اقول له وين لو انا قلت سلام عليكم زين رد عليا السلام، وين لو انا ما قلتش السلام عليكم زين انت قول لي سلام عليكم، وين لو احنا ما اتقابلناش، يعني وين لو انا ما قلتش ولا انت قلت زين نشوف واحد تالت بقى يقول هو السلام عليكم. إلس لو احنا ما اتقابلناش بقى نعمل ايه بقى؟ خلاص. تمام؟ بتتكتب ازاي؟ بتتكتب ازاي في جملة سيلكت؟ احنا دخلنا بقى ايه؟ في الأوامر بقى التقيلة والكبيرة كده ونركز بقى مع بعض. أقول له إيه؟ سيلكت اختار لي اللاست نيم، وروح اختار لي الجوب أي دي، وروح اختار لي السالري. مفيش اي مشكله يا باشمهندس، جمله سيلكت عبيطه عارفينها وحفظناها صم. طيب نيجي بقى نبص على الكيس بكتبها ازاي. انا هشتغل على حاجه معينه، هقول له كيس الجوب اي دي. يبقى انا شغال دلوقتي كل شغلي على ايه؟ على الوظيفه. وين لو الوظيفة اي تي بروجرامر، كده ان شاء الله عبالكم كده كلكم لما تبقوا اي تي بروجرامر زين
اعمل له زود له السالري بتاعه واحد وعشرة، 1.10، واضربها له ايه في السالري، زود له المرتب بتاعه النسبة دي. مفيش اي بقى سيمي كولم ولا سنجل كوتيشن بعد ديت ولا اي حاجة ولا كوما، انا بحط سنجل كوتيشن على ايه الجوب اي دي، لانه كاركترز. وين لو اي تي بروجرامرز زين اعمل له البيرسنت دي، زود له نسبة المرتب دي. وين لو هو محاسب زين خلي نسبته كده. وين لو هو مندوب مبيعات زين خلي مرتبه كده، اضرب له القيمة ديت في المرتب. إلس لو هو لا هو اي تي بروجرامرز ولا محاسب ولا مندوب مبيعات، دوت ايه موظف مخازن، انزل له السالري بس وانت. وايه ده، ايه الكلمة اللي انا معلم عليها بالمربع دي؟ انا مستني الرد. الياس، لا الياس الديفولت، ازاي الديفولت؟ لا الديفولت السالري، انا بتكلم على الريزيرف سالري دي الياس. يبقى انا بقول له ايه، نيجي هنا على البورد بتاعنا، انا عايز امسح. هاجي اقول له ايه، هستخدم الكيس ازاي بقى، ركز معايا اشرح لك بالتفصيل اهو، علشان انت لو فهمتها هتسهل عليك قوي فهمت ايه الاف ستيتمنتس بعد كده في البي ال اس كيو ال، والكيس برضو عندنا برضو في البي ال اس كيو ال. انا بقول له جمله سيلكت عاديه، وبختار اللي انا عايزه عادي، واجي هنا اقول له ايه، الو معايا يا شباب؟ يا شباب معايا؟ بس نرجع تاني، انا هنا بقول له ايه سيلكت، وبختار العواميد بتاعتي تمام، واجي اقول له مثلا عايز استخدم كيس بقى على حاله معينه، عايز مثلا ازود الموظفين مرتباتهم بناء على الوظيفه، يبقى لو هو مبرمج هيزيد مرتبه بنسبه كذا، لو هو محاسب هيزيد بنسبه كذا، لو هو مندوب مبيعات هيزيد بنسبة كذا، لو هو كذا بيزيد بنسبة كذا. اقول له ايه، انا كده اخترت جملة السيلكت بتاعتي تمام، كوما كيس، هشتغل على ايه بقى، على الجوب اي دي. اقول له الجوب اي دي هنا كده، شغلي كله على العمود ده بناء على القيم الموجودة داخل هذا العمود. فهقول له وين لو هو اي تي بروجرامر زين خلي نسبته كذا، وين لو هو كذا خلي نسبته زودها بكذا، وين بين سنجل كوتيشن اهو، لو هو كذا زين خليها بكذا. خلاص بقى انا اخترت الموظفين اللي انا هزودهم، لو هو مش في حد من دول إلس اي حد بقى تاني غير التلاتة دول، نزل له ايه، نزل له المرتب بتاعه بس. ها وصلت كده تمام كده ولا ايه؟
انا مستني الرد منكم. تمام ولا ايه يا باشمهندسين؟ يا ريت يبقى الاستجابة بتاعتكو أسرع من كده. طيب بصوا يا شباب، عشان أنا حاسس إن في حاجة استخدمها ازاي، هنقفل دي كده ونعمل واحدة تانية. هقول له سيلكت، تمام، هختار كذا عمود بقى، واحد اتنين تلاتة، ايا يعني يكن بقى، هنا اللاست نيم وهنا السالري وهنا الجوب اي دي، واقول له كومة. هاجي ابدا اشتغل بقى على الكيس. عايز انا في الداتا بيس بتاعتي اعدل مثلا في البيانات او اخرج البيانات في التقرير بتاعي للمدير، ان انا قال لي المبرمجين عندك في الشركه زودهم النسبه الفلانيه، والمحاسبين زودهم النسبه الفلانيه، والمندوبين مبيعات زودهم النسبة الفلانية، تمام؟ فهقول له كيس، هبدأ أشتغل على الجوب أي دي، لأن هو هشتغل على بناء على الوظيفة، تمام؟ هاجي أقول وين، وأفتح سنجل كوتيشن سنجل كوتيشن، وأكتب اسم الوظيفة لو هو مبرمج زين، والنسبة بتاعته هتبقى هنا وين، لو هو كذا زين هيبقى كذا. انا بعمل يساوي، يعني ان هي كلمة وين، يعني وين لو هو كذا زين خليها كذا. خلاص بقى انا اخترت الموظفين اللي هم هيزيدوا، لو مش اي حد في دول إلس نزل له ايه، نزل له المرتب بس، ما تزودوش ولا هتعملوا اي حاجة. تمام، نرجع هنا تاني للباوربوينت. هل في مشكلة؟ وصلت مفهوم الكيس كده ولا ايه؟ وصل المفهوم يا باشمهندسين؟ بقول له سيلكت اللاست نيم والجوب اي دي والسالري كيس، لو هو هشتغل بقى على الموظف وين، لو هو اي تي بروجرامر زين خلي نسبه المرتب بتاعته كذا، زودها 1.10%، وين لو هو محاسب خليها 1.15، وين لو هو مندوب مبيعات زين خليها 1.20. لو اي حد من دول بقى، يعني اي حد غير اللي هنا، خليها المرتب بس. الاف ستيتمنت لا تستخدم في الاس كيو ال، تستخدم في البي ال. فانا علشان استخدم عايز اعمل جمله شرطيه، فاستخدم ايه في السيكوال، كيس كيس او الديكود. احنا دلوقتي خدنا الكيس، هنبص بقى على الديكود. هي نفس اللوجيك ونفس الوظيفه ونفس كل حاجه، تمام، ونفس وظيفة الكيس، بس هي اختلاف بس في الستيتمنت. ديكود، تمام، بتكتب الاكسبريشن بتاعك. هو كتب لوحده على البورد يعني، ولا انا ما كتبتش حاجة؟ ديكود الاكسبريشن بتاعك وكذا وكذا وكذا. نبص على مثال احسن. بص، لا تكتب وين ولا بتكتب زين، بتقول له ايه، سيلكت اللاست نيم والجوب اي دي والسالري كوما دي كود، وتروح فاتح قوسين وداخل جوه القوسين هتقول له انت هنشتغل على ايه، هنشتغل على الجوب اي دي كوما، لو اي تي بروجرامر بين سنجل كوتيشن كوما هيبقى كذا، لو محاسب بين سنجل كوتيشن كوما هيبقى كذا، بين كل واحدة وواحدة ايه؟
كوما. لو سيلز ريبريزنتيتيف كوما زودوا النسبة دي. خلاص بقى انا خلصت الثلاث وظائف، هقول له ايه؟ نزل لي السالري. فهو هيروح دلوقتي، انا دلوقتي راجل شغال في المخازن، هيجي يختبر الشرط ده، انت اي تي بروجرامر؟ لا. هيعدي على تحت، انت محاسب؟ لا. انت مندوب مبيعات؟ لا. يبقى انا مش في حد من دول، هينزل لك المرتب بتاعك. طب انت اي تي بروجرامر؟ انت اي تي بروجرامر؟ اه. خلاص هزود لك المرتب بتاعك النسبه ايه ديت. خلي بالك الفرق بين طريقه الكتابه هنا في الديكود، ما بستخدمش وين ولا بستخدم زين ولا بستخدم إلس. ركز معايا على البورد، في الكيس هشتغل مثلا على الجوب اي دي، بقول له وين الشرط بتاعي، لو هو كذا زين اعمل كذا، وهكذا بقى لحد ايه؟ وين زين، وين زين. خلصت اي حاجة بقى من دول اعمل ايه؟ إلس. وحط بقى اخر حاجة بقى اللي هي لو الشرط ما تحققش على دول، يعني مبرمج؟ لا. محاسب؟ لا. مندوب مبيعات؟ لا. يبقى انت شغال في حاجه مش في دول. خلاص انزل لك القيمه ايه اللي هنا. طب بالنسبه بقى للديكود، وخلي بالك ان الديكود هي طريقه كتابتها حلوه، بس انت لو نسيت كوما او نسيت سنجل كوتيشن بالسلامه. فانا هقول له ايه؟ ديكود وافتح قوسين، تمام. هقول له لو انت هشتغل على ايه؟ الجوب اي دي كوما، وافتح سنجل كوتيشن، سنجل كوتيشن، لو انت كذا كوما اعمل كذا، بعدين كوما، لو انت كذا كوما اعمل كذا، كوما، لو انت كذا بين سنجل كوتيشن كوما اعمل كذا. خلاص بقى انا عملت الثلاث شروط بتوعي خلصوا، وراح كاتب له ايه؟ مثلا السالري. هيفهم بقى لو هو مش في حد من دول هينفذ له ايه؟ هنزل له السالري بس. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين طريقه كتابه، ولكن الكونسبت واحد، اللي يريحك اكتب بيه. وانا عن نفسي الكيس احسن يعني بصراحة، يعني ان انت ممكن تنسى كومة واحدة، هتقعد بقى تلف حوالين نفسك انت نسيت الكومة فين. تمام. يعني انا بقول لك قال الطرق اللي انت can I use conditions after when in case، when يعني هتكتب كلمة where، اهو ماشي. اه ممكن عادي. select السال كيس وين ان السال اصغر من 2000 زين كاتيجوري 1. برافو كده، حلو. جمله select حلوه اهي، جمله select مستخدم فيها الكيس. طيب هوم ورك ليكوا كده كلكوا، انا معايا 37 واحد في الروم. طبعا انا عايز منكوا كل واحد هيكتب لي جملة بالكيس وجملة بالديكود، ويبعتها لي على المنتدى، سواء على المنتدى المبرمج او على الدارين او على الجروب او على الاكونت بتاعي في رسالة. تمام. انا هديكو، انا لما اخلص الشابتر 3 هديكو بريك 5 دقايق بالظبط، تكونوا كتبتوا لي الجملة سيلكت الكيس ديت. هتكتب لي جملة سيلكت بالكيس وبالديكود، بس نشوف اخر مثال كده في الديكود. بص معايا، سيلكت
سيلكت اللاست نيم والسالري دي كود، وراح فتح قوسين وقال له ترانك. قال له ايه ده، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ترانك دي هنا ايه بتعمل ايه بقى؟ وظيفة الترانك دي اصلا ايه؟ لا ايه التقريب ده باشمهندس احمد حامد، مفيش حاجه اسمها التقريب الراوند. الترانك بتحذف بتقتص، ما بتعملش، ماليش دعوه بالارقام العشريه. ماشي ايوه كده، طيب ماليش دعوه. يبقى انا كده لو ظهر لي اي رقم عشري هيتقرب للصفر، هينزل لي ايه رقم صحيح. تمام، ركز معايا بقى على اللي بيحصل بقى. يعني انا كده فهمنا نص، احنا فهمنا كده نص ايه الجمله، ان هو عايز ان اي رقم يطلع فيه ارقام عشريه هينزل رقم صحيح. ركز بقى معايا، قال لي السالري على 2000، روح اقسم السالري على 2000 كوما، لو طلع بزيرو حط له ايه زيرو، لو طلع بواحد حط له الضرايب بتاعته كام 9%. ناتج قسمة السالري على 2000، ناتج قسمة السالري على 2000. انا دلوقتي هروح اقسم، الراجل ده بياخد 5000، هروح اقسمها على 2000. الناتج بقى اللي بيطلع هنا لو زيرو، تمام، حط له قيمة ايه صفر. لو طلع الناتج بواحد حط له 9%، لو طلع الناتج باتنين حط له 20%. الضرايب بقى انا عايز احسب له الضرايب، ما هو الضرايب يعني الراجل اللي بياخد 10000 هيدفع ضرايب زي اللي بياخد 2000؟ استحالة طبعا. فانا عايز اشوف بقى احسب الضرايب ازاي. اقول له لو طلع بصفر حط له، خلاص الراجل دوت ما متحطش عليه ضرايب. لو طلع بواحد حط له ضرايب 9%، لو طلع باتنين حط له ضرايب 20%، لو طلع بتلاتة حط له ضرايب 30%، لو طلع باربعة حط له ضرايب 40%، لو طلع الناتج بخمسة حط له ضرايب 42%، لو طلع الناتج بستة حط له الضرايب 44%. لو اي ناتج بقى مش موجود هنا حط له الضرايب كام 45%، وحط له ايه الياس اسمه التاسك ريت. تمام، بص بقى الباشمهندس اللي قال لي على الكونديشن فروم الامبلويز هو ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كام 80. يعني الكلام دوت لا ينفذ الا على موظفين اداره 80. هل الكونسبت بتاع الكيس والديكود وصل؟ ها الدنيا وضحت كده؟ نجرب عملي. all of them work row by row right. ايوه طبعا بينفذ صف صف. نجرب عمل. تمام، لو انت فتح اي حاجة عندك بعد اذنك وقفها، علشان العملي بالشيرنج بيوقف الدنيا وتبقى بطيئة. لو انت مركزت ما لحقتش معايا في العملي، انت تشوفها بقى فين في المحاضرة، تشوفها فين في التسجيل الفيديو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا انا لو اتكلمت دلوقتي محدش هيعرف يشتغل على الشات، لان انت دلوقتي شايف الجهاز بتاعي تمام. دلوقتي هنبدأ نشتغل على الكيس الأول تمام، ونشوف الدنيا ماشية ازاي. لما اجي اقول له سيلكت اللاست نيم والجوب اي دي والسالري كيس، ان الجوب اي دي لو هو اي تي بروجرامر خلي لي المرتب بتاعه يزيد 1.10، لو هو محاسب خلي لي المرتب بتاعه يزيد 1.15، لو هو مندوب مبيعات خلي لي المرتب يزيد 1.20، لو هو مش اي حد في دول خلي لي المرتب زي ما هو، وطلع لي الياس للعمود بتاعي تمام. والكلام دوت بيجي منين؟ من جدول الموظفين. نيجي نشوف الكلام دوت هيتنفذ ازاي. اهو ده سي اتش كليرك، هنا في سي اتش كليرك، ها ده اس تي كليرك مش اس ام سي اتش كليرك تمام. فراح منزل له المرتب زي ما هو كذلك هنا. طيب نيجي نبص على اس اي ريبريزنتيف، ادي واحد اي تي بروجرامر اهو. الراجل ده بياخد كام؟ بياخد 9000 جنيه، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. ضرب في كام؟ في 1.10، بقى المرتب بقى بكام؟ 9900. الراجل دوت بياخد 6000، بياخد بقى بعد الزياده بقى 6000 كام؟ 600. الراجل ده بياخد 4800، بعد الزياده بقت 5280 تمام. نيجي نبص على راجل مثلا تاني اي سي تي كليرك اهو، الراجل ده بياخد 3200، بعد الزياده بقى 3600 كام؟ و80. نيجي نشوف واحد اهو اس اي ريبريزنتيف اهو، الراجل ده بياخد 9500، بعد الزياده بقى 11000 كام؟ 400. طب ينفع اعمل شرط زي ما الباشمهندس قال؟ ينفع تيجي هنا تقول له وير تمام ان الديبارتمنت اي دي بيساوي مثلا 90. الكلام دوت يتنفذ على اداره كام؟ 90. مفيش ولا واحده منهم تمام، اغير بقى في الاضراب بقى براحتك. نيجي نشوف المثال بتاع الديكود وهيبقى ما عامل ازاي. مثلا هنجرب الاثنين اهو، نفس المثال هو بس على الديكود. ها نفس المثال اهو، نفس النتيجة، والله الراجل بياخد 9000 بقى 9900، ما اتغيرش يعني، ما بقتش 9900 ونص يعني، نفس القصه بس اختلاف في ايه؟ في طريقه كتابه، نفس الريزلت حتى. نيجي نبص على المثال الثاني اللي هو بحسب بيه الضرايب، اللي انا بحسب بيه ايه؟ الضرايب. بص بقى اهو، امتى يطلع له 45 في التاكس في الضرايب؟ لما يكون باقي خارج ناتج القسمة بره ايه؟ بره من 1 لـ6، يبقى طلع بـ7، طلع بـ8، طلع بـ9 اهو، 45% تمام. الراجل دوت طلع له كام؟ القسمة طلعت له بكام؟ المرتب على 2000 طلع بكام؟ بـ6، نزل له 44 ايه؟ من 100. الراجل ده طلع بـ4، يبقى باقي القسمة بتاعته كام؟ طلع ناتج القسمة بتاعته طلع بـ4. وصلت الفكره؟ وخلي بالك ان انت لو قسمت انا عايز يطلع لي رقم صحيح، 0 1 2 3 4، ما يطلعش 0 و1 ونص،
واحد وعشرة، عشان كده استخدمت ايه الترنك، عشان كده استخدمت ايه الترنك، تجاهل اي علامات عشرية. تمام، ده بالنسبة للمثالين الخاصين ببقية الشابتر. معايا؟ انا طبقت عملي على فكرة، و الناس معايا؟ تمام. انا قلت ان الشيرنج ده بيعمل مشكلة في النت، فانت لو ما شفتش دلوقتي نزل المحاضرة وشوف العملي، انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده يعني. طيب.